بعدا كنشكر الجميع اللي حضر اليوم كيشارك معنا هاد الحفل وهاد المناسبة السعيدة. 20 سنة الحمد لله داز من الشركة، 20 سنة ديال العطاء، 20 سنة ديال النجاح. هاد الشيء بفضل العمال ديال شركة اس بي اس بالخديم، من أطور، من تقنيين، من إداريين، ومن الزبناء كذلك اللي هما بفضلهم باش اس بي اس بالخديم وصلت لهذه الدرجة. هي شركة مغربية 100%. الصراحة الفكرة جات في الأول لأن كنت مازال باقي كنقرا، ما كنتش كنعرف أنا بحال جميع الناس في المغرب، ما كنتش كنعرف أن راه كاينين شركات اللي كيديروا المكافحة ديال الحشرات والفيران. يعني كان الإنسان عنده مشكل في الدار، أول حاجة كتبادر للدين هو أنه يمشي عند دروغري وياخذ الأدوية ويستعملها لراسو. مي جات الصدفة أنني كنت باقي كنقرا وخدمت في واحد الشركة اللي كانت في المغرب ديال مكافحة الحشرات. من بعد منها مشيت سافرت لفرنسا، وتما كنت خدمت في واحد الشركة في نفس الميدان. من تما جاتني الفكرة أنني ندير لابيولوجي أنيمال ونجي للمغرب ونفتح شركة بهذا. صراحة كنشكر الجميع لأن الحمد لله الدومين ديالنا هو كيمس الافراد، كيمس الشركات، يعني واحد الدومين اللي هو يعني متشعب، كنخدموا مع كل شيء، يعني اوطيلات، كنخدموا مع لي بوليكلينيك، كنخدموا مع مؤسسات تعليميه، شركات ديال صناعه الادويه. يعني الحمد لله الدومين ديالنا يعني كيخدم مع كل شيء. الصراحه يعني التعقيم هو كان دائما من ضمن التخصصات ديالنا، يعني كما كنقولوا عباده الحشرات والفيران، وكاين التعقيم والتطهير. التعقيم والتطهير حنا ما بديناش فيه اليوم، كنا بدينا فيه ملي كانت ديك لا غريبا فيغ انفلونزا الطيور، كنا ديك الساعه خدمنا فيه والحمد لله كنا خدينا التجربه في هذاك الوقت. ودابا الحمد لله ملي جا هاد كوفيد لقينا ديجا كانت عندنا التجربه وخدمنا في هاد كوفيد، خدمنا التعقيم اكثر من اباده الحشرات والفيران. الصراحه كنبغي نشكر جميع الزبناء ديالنا، منهم شركات الكبار وشركات انترناسيونال، الحمد لله اللي وضعوا الثقه ديالهم، وكنقولوا لهم راه حنا راه عند هذيك الثقه اللي وضعتوا فينا ان شاء الله. كنبغي نقول النجوم ديالنا اللي غادي يجيو، منهم السي عبد العالي انوار، منهم سعيده شرف، منهم الحاج عبد المغيث. كنشكرهم على الحضور وكنشكرهم على المشاركه ديال الحفل معنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.